صناعة فيلم في 48 ساعة هي مغامرة أتاحها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لجميع المتطلعين لدخول عالم الإخراج في السعودية من المواطنين والمقيمين ما بين 18 سنة و 25 سنة، لتقوم الفرق المشاركة بكتابة سيناريو الفيلم القصير وتصويره ومعالجته فنيا من البداية وحتى النهاية في 48 ساعة فقط. يعمل فيها القائمين على المسابقة بإعطائهم عناصر إضافية مفاجئة عشان تتصاعد وتيرة التحدي، وطبعا ما يعرفوا هذه العناصر إلا قبل بدء التحدي بدقائق. دائما نحب نشجع صناع الأفلام والمبدعين في مجال الأفلام، فهذه السنة طبعا بالشراكة مع القنصلية الفرنسية والسفارة الفرنسية وفوكس سينماز. طبعاً يعني بنعمل open call في الأول، هذه السنة جانا تقريباً دبل اللي قدموا السنة اللي فاتت، تقريباً 111 application وصل لنا، عملنا تصفية إلى ما وصلنا واخترنا 15 فريق، وبعدين بعد كده اخترنا هدول 15 فريق وعطيناهم زي ورش مكثفة خلال يومين عن الكتابة، عن الإنتاج الأفلام، فجبنا شخصيات تساعدهم في خلال يومين كيف يقدروا يبلوروا الفكرة حقتهم عشان يقدروا يعملوا الفيلم في 48 ساعة. صراحة تحدي إنتاج فيلم في يومين أو أقل من يومين كان تحدي مرة صعب، ما كان تحدي سهل، وفي نفس الوقت كان تجربة مرة ممتعة ومرة مثرية. كيف أنك تحت ضغط الوقت وتحت ضغط معايير كثيرة تقدر انك تنتج فيلم بجودة عالية، لما اقول جودة عالية اقصد جودة فنية في اخراج القصة وفي الاداء وفي عملية المونتاج كاملة، شيء ما هو سهل بصراحة، لكنه في نفس الوقت كان له دور مرة في صقل المهارات.